خبر مؤسف منذ قليل عن أسرة الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، وهو خبر وفاة السيدة جمال بديع نهرة والدة الدكتور فادي الهاشم. واللي أعلن الخبر هي صفحة بيروتكم على تويتر لما نشرت تغريدة عبارة عن صورة النعي المنشور للراحلة وصورة لنانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم مع والدته السيدة جمال بديع، وعلقت عليها الصفحة وكتبت وفاة حمات نانسي عجرم. والغريب في الأمر إننا عرفنا إنها توفيت يوم 28 مايو، يعني يوم الجمعة اللي فات، ولكن عائلة الفقيدة أعلنت إن هيتم دفن الجثمان النهاردة في مدافن العائلة بمنطقة بددون في لبنان. يا ترى إيه السبب اللي يخليها متوفية من بدري كده وهيدفنوها لسه النهاردة؟ لسه مش عارفين. وأعلنت العائلة إنها لن تتقبل العزاء بشكل مباشر نظرا لظروف فيروس كورونا ومنع التجمعات، حتى إن الصلاة على المتوفية هتبقى كل واحد من بيته. رحم الله الراحلة جمال بديع وألهم أهلها وزويها الصبر والسلوان. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.